رغم قساوة وصعوبة الحياة في الصحراء الليبية، إلا أن أوديتها تتميز بتنوع الحياة البرية فيها، والتي تتعرض اليوم إلى خطر حقيقي وسط تنامي ظاهرة الصيد الجائر للحيوانات دون احترام للطبيعة، حتى في مواسم التكاثر والتي يمنع فيها الصيد الذي يأتي فقط كرغبة في القتل على يد مختلف المجموعات المسلحة وهواة الصيد الذين يأتون إليها من مختلف المناطق الليبية. زمان كانوا في غزال هنا وفي تملل يقولون في الطوارق وفي ودان، لكن توا نقص جدية، يعني أنا على سهلين أن في جماعة اللي يلفوا هنا يقصوا مرات توا في اليوم مرات يقتلوا لك 7-8، يعني مش معقول واحد يمشي دورية ولا يمشي شنو. ضروري أنت حاجة اللي فيها ليبيا المفروض تهتم بها أكثر، يعني مش يعني الناس اللي الصحراء اللي راعوك ولا أنت جاي من التراب ليبيا المفروض أنت تراعي في بلادك، يعني مش أن تجي وتخرب وتمشي. الصيد الجائر هنا في صحراء تادرارت أكاكوس بغات أدى إلى تناقص أعداد الحيوانات واختفاء بعضها كالغزلان والودان وانقراض الآخر نهائيا من أودية أكاكوس، والتي كانت تعج بمختلف أنواع الحيوانات البرية بها. في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات لتفعيل قرار سابق للسلطات المحلية صدر عام 2009 لتسمية منطقة تادرارت أكاكوس كمحمية طبيعية تحت حماية الدولة، ولكن الصعوبات والتي من أبرزها الانفلات الأمني حالت دون تطبيقه اليوم. نتمنى من أن يفعلوا الاتفاقية القديمة بخصوص حماية منطقة تادرارت بصفة خاصة، باعتبارها أن باش تكون منطقة محمية، يعني منطقة زيادة، منطقة أثرية، فعدد مداخل، يعني في مداخل من الشمال، مداخل من الغرب، مداخل من الشرق، يعني نتمنى إن مثلا يدلوا لها مداخل، يعني من تخرخوري مثلا، مداخل من العوينات، مثلا مداخل في النص مثلا، باش يحموها من التخريب ويحموها من الصيد، لأن الفترة هذه صاير فيها الصيد جازر للودان والغزال، يعني لأن شبه انقرض يعني ومشي للدول المجاورة. النشطاء والمهتمون بالحياة البرية بغات يوجهون نداء لكل المعنيين بالبيئة في ليبيا لاتخاذ خطوات لحماية الحياة البرية باعتبارها ثروة وطنية، إلى جانب وضع برامج توعوية لمرتادي الصحراء لما تسببه مخلفاتهم من تلوث يؤدي إلى الإخلال بالبيئة الطبيعية لتكاثر الحيوانات البرية.